اهلا بكم، معكم وجدي نبيل مدرس لغه انجليزيه من قناه دروس ببلاش. هنكمل مع بعض ان شاء الله الفيديوهات الخاصه بشرح قواعد اللغه الانجليزيه. النهارده الفيديو رقم 25 على التوالي، الفيديوهات الخاصه بشرح القواعد Future Continuous Tense، زمن المستقبل المستمر. وانت بتشوف الفيديو، اشتراكك في القناه، تفعيل زر الجرس هيكون بمثابه تشجيع ليا ان انا اكمل الفيديوهات الخاصه بالانجليش جرامر. قاعده النهارده او زمن النهارده اسمه Future Continuous Tense، زمن المستقبل المستمر. زي ما احنا شايفين تكوينه مستقبل يعني فيه ويل، خلاص خليها دي على جنب، قبل ويل هيبقى فيه فاعل، تمام، ايا كان هذا الفاعل. وبعد كده طالما فيها مستمر يبقى فيها حاجه اسمها الفينج. الفينج اللي هو ايه؟ الفيرب بلس ان جي. وبعد كده الحاجات اللي في النص دي هنشوفها. طيب نيجي نشوف تكوين هذا الزمن ذا فيوتشر كونتينوس تنس. عندي الفورم، فورم يعني التكوين، عندي في الافيرماتيف اور النيجاتيف. خلي بالك في الافيرماتيف عندي الفاعل اللي هو سبجكت، بعد كده ويل اور ويل نوت اور وونت إذا كانت will مثبتة، won't إذا كانت منفية، وبعد كده be، وبعد كده verb plus ia ing. طيب عندي مثال توضيحي أو أكثر من مثال هنشوف. عندي عمر will be working in his office all day tomorrow. خلي بالك تكوين هذا الزمن، أدي عندي will be working يعني عمر هيكون بيشتغل بكرة في مكتبه طوال اليوم، يبقى ده حدث أو زمن مستقبل سوف يكون مستمرا غدا. عندي الفاعل عمر، عندي will be working، خلي بالك دي كلها دي فعل، وبعد كده in his office all day tomorrow. عندي جملة تانية this time tomorrow I will be flying to Paris، يعني بكرة نفترض دلوقتي الساعة 10 مساء، بكرة بكرة في هذا التوقيت زي دلوقتي بكرة يعني هكون أنا مسافر إيه لباريس. يبقى خلي بالك هنا عندك الفاعل، عندك will، وبعد كده be، وبعد كده الverb plus ing I will be flying tomorrow. ممكن أنت تقول لو أنت مثال بسيط مثلا عايز تقول إن بكرة الساعة 8:30 الصبح هكون بفطر، بكرة الساعة 8:30 الصبح هكون بفطر، هتقولها بالإنجليش إزاي؟ هتقول I will be having breakfast at 8:30 مثلا، تمام كده؟ يبقى بكرة هكون بفطر، هتقول I will be having or eating a breakfast. طيب عندي إذا كانت صيغة السؤال، طبعا صيغة السؤال سهلة جدا، إن أنا هستبدل will، طبعا احط will مكان الفاعل واستبدلهم، وبعدين امشي وانا زي ما انا عادي كده خالص، وبعد كده ايه احط الكويستشن مارك. عندي هنا will عمر be working in his office all day tomorrow، يبقى انا هنا will، وبعد كده الفاعل في المنتصف كده، الفاعل جه بين جزئي الفعل، خلي بالك be working in his office all day tomorrow، خلي بالك هنا الفعل هنا will be working، في السؤال الفاعل يفصل جزئي الفعل، الفاعل يفصل جزئي ايه الفعل. will عمر be working in his office all day tomorrow، يعني هل عمر هيكون شغال في المكتب طول اليوم بكرة؟ طبعا ممكن يبقى yes he will or no he will not على حسب السؤال اللي هو yes or no question. عندي السؤال قد يأتي بشكل آخر اللي هو question word اللي هو أو WH question، قد يكون what where when how وهكذا. عندي WH question، عندي will، بعد كده الفاعل، وبعد كده be plus verb plus ing. what will عمر be doing in his office all day tomorrow؟ what will، خلي بالك ادي الكويستشن وورد، عندي will وبعد كده الفاعل، ثم be doing او be الفعل المضاف ل ing in his office all day tomorrow. what will عمر be doing in his office all day tomorrow. طيب عندي نيجي للاستخدامات، طالما استخدامات يعني فيها مستقبل، خلي بالك خلاص احنا مبدئيا كده جزئية المستقبل دي ثابتة مش هتتغير. طيب عندي هنا التنبؤ بحدث سوف يكون أو سيكون مستمرا في وقت معين في المستقبل، زي ما احنا قلنا I will be playing tennis in the club at 5 tomorrow، يعني بكرة الساعة 5 هكون بلعب تنس في النادي، يعني بكرة الساعة 5 انت لو اتصلت بيا كده اهو مش هرد عليك لأن مثلا أنا هكون مشغول بلعب ايه؟ بلعب التنس. I will be playing tennis in the club at 5 tomorrow.
This time next Monday I will be watching the match in the stadium. الأسبوع يعني هذا التوقيت دلوقتي يوم الاثنين اللي جاي هكون أنا بحضر ماتش أو بتفرج على ماتش في الاستاد. تمام كده؟ يبقى this time next Monday يبقى I will be زائد الفعل المضاف ing. خلي بالك ده تنبؤ بحدث سوف يكون مستمرا في توقيت معين. التوقيت معين ده اللي هو next Monday في المستقبل. تمام كده؟ طيب عندي نمبر 2 رقم 2 التنبؤ بحدث سيستمر لفترة في المستقبل. يعني ايه؟ مثلا قول عبدو will be doing his homework from 6 to 8 this evening. يعني النهاردة بالليل من 6 ل 8 عبدو بيعمل الواجب. تمام كده؟ طيب يعني هذا التوقيت اللي هو الساعتين اللي هو من 6 ل 8 هيكون عبدو مشغول بعمل الواجب بتاعه. ماشي؟ مثلا زي ما انت بتقول انا هتفرج على التلفزيون او فيلم مثلا من 9 ل 11 بالليل. يعني هتيجي تقول مثلا I will be watching a film from 9 to 11 مثلا this evening. تمام كده؟ وصلت دي، اعتقد دي سهله قوي. سما will be doing the housework all morning tomorrow. يعني سما هتكون بتعمل شغل البيت all morning tomorrow على مدار طوال ايه؟ صباح غد، صباح غدا. عندي بعد كده التنبؤ بشيء رقم 3 التنبؤ بشيء سوف يكون او سيكون سائد في المستقبل. هيكون سائد في المستقبل يعني بمعنى، خلي بالك ده تنبؤ، تنبؤ مش معاك دليل. خلي بالك لان جزئية الدليل دي خدناها في الفيديو رقم 8 اللي هو will we going to، ده كان فيديو منفصل. عندي in 50 years people will be living longer than they are now. ده تنبؤ بشيء سوف يكون او سيكون سائد في المستقبل ولكن ليس معك دليل. خلي بالك فتستخدم will be living. يبقى دي عندي will وبعد كده be دي ثابتة وبعد كده living الفعل المضاف ing. عندي بعد كده رقم 4 التنبؤ بحدث سيكون مستمرا عندما سيقع حدث آخر في المستقبل. خلي بالك لاحظ استخدام المضارع البسيط بعد الروابط الزمنية. يعني بالبلدي كده مثلا واحد جاي من سفر هتستقبله في المطار. تمام كده؟ هتيجي تقول له I will be waiting for you when you arrive. خلي بالك ركز تاني، في المطار انت اثناء استمرارك للانتظار، يعني انت منتظره لفتره طويله مثلا وبعد كده هيصل المطار. عندي هنا مثلا جمله when my father arrives home we will be setting the table for lunch. يعني لما بابا يوصل تمام كده احنا بنكون بنحضر setting the table، يعني بحضر السفره يعني. او ممكن عشان تفهمها اكتر يعني we will be setting the table for lunch when my father arrives. يعني اثناء الاستعداد او تجهيز السفره او تجهيز التيبل فور لانش يعني والدي سوف يصل. بستخدم المضارع البسيط. هنا جمله سهله برضو زي اللي انا قلتها من شويه I will be waiting for you or for her when the plane lands at the airport tonight. خلي بالك انت مستني في المطار. تمام كده اهو، فانت بتقول انا سوف اكون منتظرها لما عندما الطائره تصل. خلي بالك هنا اهو ميعاد ثابت او مواعيد سكيدجولز بنستخدم زمن المضارع البسيط. يبقى انا سوف اكون او سوف اكون منتظرها عندما تصل الطائره الخاصه بها. عندي نمبر 5 او 5 يستخدم مع روابط السبب والنتيجه لتبرير شيء معين في المستقبل. يعني ايه؟ مثلا ممكن تقولي I can't attend your birthday tomorrow. أنا مش أقدر أحضر عيد الميلاد بتاعك بكرة لأن بكرة في التوقيت ده I will be visiting my grandparents. يعني أنت بتكلم واحد أو صاحبك يقول لك أنت هتيجي لحفلة العيد الميلاد بتاعتي بكرة، تقول له لأ أنا مش أقدر I can't attend your birthday party tomorrow. ليه؟ لأن أنا بكرة في التوقيت ده هكون في زيارة إلى my grandparents. بالإنجليش هتقول I will be visiting my grandparents. تمام كده؟ طيب عندي رقم 6 تستخدم الصيغة التالية للتعبير عن أحداث مستمرة. خلي بالك مستمرة الآن ونتوقع أن تكون مستمرة أيضا في المستقبل، اللي هي subject عندي will أو still
زائد ستيل بالفيرب بلس ان جي. خلي بالك ستيل هنا ايه اضفناه اللي هو لا يزال. The world's temperatures will still be rising in the future. يعني درجة الحرارة اللي هي بتاعت العالم على مستوى العالم يعني will still be rising. Will still be rising. خلي بالك هنا أضفت إيه still. هنا دليل على استمرار أو أحداث مستمرة الآن وممكن نتوقع برضو إنها تكون أو من المحتمل إنها تكون مستمرة أيضا في المستقبل. عندي important notes ملاحظات مهمة بقى. تستخدم may بدلا من will للتنبؤ بأحداث غير مؤكدة ستكون مستمرة في المستقبل. خلي بالك لما كانت إلى حد ما مؤكدة تمام كده يبقى كنا بنستخدم will وبنكمل. عندك هنا may ولكن إذا كانت تنبؤ بأحداث ولكن تكون هذه الأحداث غير مؤكدة زي مثلا إيه. طبعا احنا بنستخدم subject وبعد كده may وbe وverb plus ing. In 100 years people may be living in space. يعني في خلال كده 100 سنة من دلوقتي people may be living in space ممكن يكونوا هيبقى يعيشوا ايه في الفضاء ولكن دي احداث غير مؤكدة تمام كده. يبقى طالما غير مؤكدة بستبدل may be will. عندي when she is 21 she may be working in London. لما بتقول لما هي تكون عندها 21 سنة يعني ممكن او في يعني تنبؤ بحاجة بس غير مؤكدة انها قد تعمل في ايه في لندن. وده ايه طالما حدث او احداث غير مؤكدة استبدل may be will تمام كده. طيب عندي لاحظ الفروق او الفرق بين المستقبل البسيط والمستقبل المستمر والمستقبل التام. طبعا المستقبل البسيط خدناه في الفيديو اللي ده قبل مباشرة والمستقبل المستمر هذا الفيديو والمستقبل التام ان شاء الله هيكون في فيديو لاحق. عندي tense عندي هنا المستقبل البسيط خلاص كده وده فيديو كان لذيذ قوي يعني اللي هو اللي فات وكان شرحه بسيط جدا وسهل. subject اللي هو الفاعل وبعد كده will infinitive دي احداث تنبؤ بحاجة هتحدث في ايه وقت معين في المستقبل. I will prepare lunch at 1 o'clock يعني انا هحضر الغداء ساعة ايه واحدة تمام كده. اما المستقبل المستمر اللي هو هذا الفيديو اللي هو ايه ده تنبؤ بحدث سوف يكون مستمرا في وقت معين في المستقبل. خلي بالك في وقت معين دي I will be preparing lunch at 1 o'clock يعني انا الساعة واحدة كده هكون بحضر الغداء هكون بحضر ايه الغداء. عندي بعد كده future perfect المستقبل التام ده بتركيبته اللي هو subject. عندي will وهاف والتصريف الثالث وده مختلف شوية ده بيستخدم للتنبؤ بحدث سوف ينتهي قبل وقت معين في المستقبل. يعني ايه باختصار كده يعني I will have prepared lunch by 1 o'clock يعني على ما تيجي الساعة واحدة كده هو هكون انا خلصت تحضير ايه الغداء. يعني لما تيجي الساعة واحدة كده هكون خلصت او انتهيت من تجهيز الغداء تمام كده. طيب ملاحظات بقى للمتفوقين والناس الشاطرة كده. نمبر 1 لا يستخدم المستقبل المستمر او اي من ازمنة المستقبل في العبارات الزمنية بعد الرابط اللي هي ايه while when after before قبل by the time قبل until or till or if. يعني ما ينفعش تقول ايه while I will be doing my homework mom will be making dinner لما هكون انا بعمل الواجب ماما هتكون بتحضر العشاء مثلا. لا خلي بالك احنا ممكن نقولها باللغة العربية كده ماشي او بالعربي بالبلدي كده لكن في اللغة الانجليزية اكاديميك ما ينفعش. لازم while يجي بعدها نستبدلها بالمضارع المستمر او ممكن ايه ممكن يجي بعدها جرند مباشرة. يعني ممكن تقول while I am doing my homework mom will be making a dinner. دي هذه الجملة ايه صحيحة while I am doing. ممكن تقول while doing لو انت شطبت دول مع بعض. عندي بعد كده الاستخدام الملاحظة التانية لا يستخدم المستقبل المستمر او اي من الازمنة المستمرة مع افعال الحواس والمشاعر والادراك والملكية. خلي بالك دي جزئية مهمة جدا بيقع فيها كثير من الطلبة للأسف. tomorrow morning I will be knowing the truth يعني بكرة الصبح هكون هعرف الحقيقة حتى وانت بالترجمة كلغة عربية مش يعني بكرة الصبح هعرف الحقيقة او هكون عرفت الحقيقة تمام كده. يبقى tomorrow morning I will know هعرف الحقيقة I will have known يعني هكون عرفت يعني على ما يجي بكرة ان شاء الله
بكره الصبح هكون عرفت، يبقى سوف اعرف ايه المستقبل البسيط، خلي بالك اللي هي دي، وبعد كده ايه الفيوتشر بيرفكت، خلي بالك اللي احنا قلناها دي، يبقى هنا سوف اعرف او هكون عرفت. يبقى سواء انت بتقول انا بكره الصبح هعرف الحقيقه، او بكره الصبح هكون عرفت الحقيقه، ففي الحالتين صح، ولكن ما ينفعش تقول I will be knowing. تمام كده؟ طيب عندي حاجة أخيرة، تستخدم صيغة الاستفهام في المستقبل المستمر للطلب أو السؤال عن معلومة بشكل مهذب، يعني مثلا will you be using your calculator tomorrow، will you be using your calculator، يعني معلش بكرة ممكن تكون بتستخدم الكالكوليتر بتاعك انت عشان ما تاخدش الكالكوليتر بتاعي يعني. تمام كده؟ طيب عندي will رقية be attending the party tonight، يعني ممكن تبقى ده سؤال عن معلومة بشكل مهذب، يعني هتكون رقية بتحضر the party tonight. طيب كده استعرضنا الفيديو ده، برضو بسيط زي اللي قبله، أتمنى يكون الفيديو عجبك. خلي بالك زي ما قلت لك اشتراكك في القناة، تفعيل زر الجرس، هيكون بمثابة تشجيع ان انا اكمل باقي الفيديوهات الخاصة بالانجليش جرامر. My best wishes Mr. وجدي نبيل.